اهلا بيكو. فيلمنا النهارده شكله يعور لكن هو بسكوتاية، فيلم شكله رعب لكن هو كوميدي. احداث الفيلم بتدور في ترانسلفينيا سنه 1893، وبنبدا بشخصيه المحامي توماس. والمترو توماس كان مسافر من لندن لترانسلفينيا علشان مقابله عمل، وكان لمؤاخذه مسافر بكاريتا. وبما انه كان عمال يدقلج يمين وشمال هو والركاب، فواحد منهم خرج للسواق وزعق له وقال له على مهلك يا اسطى، احنا مش ازاي الزيت. لكن السواق اللي الحماسه واخداه سرع اكتر وقال له لازم نلحق نوصل قبل ما الشمس تغيب. وبتنتهي فعلا رحله العذاب، وبيوصل توماس للقريه، وهناك بيرقد المتر على الارض من التعب، لكنه بيقول للسواق ان ده مش المكان لسه، وانه عايزه يكمل سواقه بيه لحد ما يوصل. فالسواق بيقول له ما كانش يتعز يا صاحبي، الشمس غابت وانا كده جرشت خلاص. فتوماس قال ما بدهاش بقى، هروح ماشي. والسكان ساعتها قالوا يا لهوي، ايه الراجل المجنون اللي عايز يمشي لوحده بالليل كده ده؟ قال لهم وايه المشكله، انا عايز الحق اوصل لدراكولا في اسرع وقت. فالسكان رجعوا تاني قالوا يا لهوي، ايه الراجل المجنون اللي ما يعرفش ان دراكولا ده مصاص دماء؟ فراجل كبير وطيب كده قال يكسب ثواب في المتر توماس، وقال له يا ابني دراكولا ده فامباير وابن فامباير، وعايش في قلعه كبيره تخيل جواها في ايه، فامباير برضه، وده اللي راعب اهل المنطقه كلهم من الليل. في الوقت ده قربت منه ست كبيره كده وبركه، قربت منه صليب واتكلت على الله. كل ده ما فرقش للمتر بربع جنيه، واتجه على قلعه دراكولا في عتمه الليل ولا همه. وعلى البوابه لقى خيوط عنكبوت وتراب، وفهم ان محدش هو بناحيه المكان ده من ايام سيدي كركور. هو مين كركور ده؟ ما علينا. وفجاه الباب فتح لوحده ولا اكنها بوابات مول العرب، ودخل المتر توماس بكل عشم ولا اللي داخل بيت خالته. فخرج له الراجل الوسيم دراكولا يرحب بيه وهو لابس الزي الرسمي المعتاد. ساعتها خيال دراكولا برضه كان عايز يرحب بالمتر، لكن دراكولا رجعه وقال له عيب كده، ده برضه ضيف. وشرح المتر لدراكولا انه جاي هنا علشان في بيت في انجلترا المفروض ان دراكولا عايز يشتريه. فالمتر توماس جاله بالاوراق والعقود والذي منه علشان يخلص البيعه، وقال له امضي اشول. ومضى دراكولا، وفجاه نزف توماس وطرطش على الورق. بص دراكولا على الدم وريقه جري، ولا اللي شاف لتر قصب في ساعه عصريه، لكن رجع فكر نفسه ان توماس ضيف ومش طالبه فضايح. بعدها راح توماس اللي العشم سحله نام، وصحي لقى في وشه مزتين طلعوا مراتات دراكولا وطبعا مصاصين دماء برضه، ودخلوا ناموا جنبه على السرير. وعم توماس طبعا كان هيعملها على روحه من الخوف. وهنا دخل دراكولا الحمش وقال له ما تخافش، ده كابوس يا متر، ما تقلقش خالص. وتوماس ما كانش مصدق الكلام ده، وقعد يقول له دول كانوا جنبي هنا من ثواني. ودراكولا عمل له تنويم مغناطيسي خلاه لا مؤاخذه ولا العبد تحت رجله، وقال له انهم هيروحوا على بيت دراكولا الجديد في لندن. وسافر الاتنين على سفينه في عرض البحر، وتوماس ساب دراكولا في تابوت مقفول كويس، لكن للاسف نسي يربط التابوت في اي حاجه. ودراكولا فضل طول الرحله زي كرة التنس عمال يروح يمين وشمال. ساعتها خرج دراكولا بعد ما جاله صداع نصفي، رغم ان توماس كان عايزه يفضل جوه لحد ما يوصلوا بالسلامه. المشكله بقى ان دراكولا جاع وعطش، فقعد ينقنق في الناس اللي كانوا على السفينه علشان يصبر نفسه، لكن ما قربش لتوماس خالص، اصيل يا عم دراكولا. ووصلت السفينه لندن، واكتشفت السلطات الناس الميتين اللي فطر واتغدى واتعشى بيهم دراكولا طول الرحله، واتهموا توماس انه قتلهم، واعلنوا انه مذنب، وقالوا اللي يعمل العمله دي اكيد هربانه منه، فرموه في مصحه كده على ما يلاقوا له صرفه. في الوقت ده دراكولا كان مقضيها، راح البيت الجديد واتعرف على الجيران ولا اكنه طالع مصيف. من ضمن اللي اتعرف عليهم دكتور سيوارد، وده مدير المصحه اللي فيها توماس. كمان اتعرف على مينا بنت الدكتور، وعلى خطيبها ومساعد سيوارد في نفس الوقت جوناثان، وعلى صديقه العيله الانسه لوسي. والظاهر ان دراكولا عينه كانت من لوسي، والظاهر برضه ان لوسي كانت عينها من دراكولا، حب متبادل يعني من اول نظره. وبالليل حاولت لوسي تاكد له على مشاعرها ناحيته، فدراكولا قال ما بدهاش بقى، اتشيك على الاخر واتحول لخفاش. وطار على اوضه لوسي في عز الليل، طار حرفيا يعني مش كده وكده. وفي الوقت اللي كان دراكولا داخل الاوضه فعلا حست لوسي بالبرد، وقفلت الشباك في وش الراجل، قصدي في وش الخفاش بالغلط، فدراكولا كان هيقع على بوزه، لكن رغم كده فضل يحاول يمسك في الشباك. في اللحظه دي دخل الدكتور سيوارد وقال ايه الدوشه دي، هو الواحد مش هيعرف يريح في قصره شويه؟ لكن استغرب لما ما لقاش حاجه في الاوضه، وده لان دراكولا كانت شعلق على السقف ولا الخفاش، ما هو خفاش فعلا.
وخرج عم الطبيب من الأوضة ورزع الباب وراه، والمرة دي وقع فعلا دراكولا في قلب الأوضة وقلقت لوسي من النوم، لكن ما خدتش غلوة في إيد دراكولا اللي عمل لها تنويم مغناطيسي عمولة وبدأ يأربع في دمها. وتوماس كل ده كان في المصحة وكان عقله هيشت من القعدة هناك، فالدكتور سيوارت قال له يا عم تعالى خد معايا دور شاي بدل القعدة دي. والدكتور كان عنده أمل إنه يتحسن مع الاختلاط بالناس، لكن الحقيقة إن توماس فعلا كان مخه اتلحس بعد التنويم المغناطيسي اللي عمله معاه دراكولا، ورفض توماس يشرب الشاي مع سيوارت، والظاهر إن نفسه كانت رايحة على حشرة معدية على الترابيزة. فسأل الدكتور إيه ده أنت بتفطر حشرات عادي كده؟ فخاف توماس إن الدكتور يفتكر إنه مجنون لا سمح الله، وقال له لأ أنا ولا أكلت ولا شربت حاجة من صباحية ربنا. قال له الدكتور يا راجل ده الدليل أهو بيلعب في بقك. ساعتها فقد توماس السيطرة على نفسه وقال هي كده كده خربانة، وبدأ يلم في الحشرات اللي في البيت وياكلها بألف هنا وشفا. وهنا حس الطبيب إن توماس في الشلاحات والعلاج مش نافع معاه بالطريقة دي، وأمر إنه يرجع تاني على المصحة فورا. وابتدت صحة لوسي تتدهور يوم بعد التاني، وده طبيعي لأن دراكولا شرب له يجي 2 لتر من دمها، ومحدش كان يعرف باللي حصل ده في البيت، لكنهم لاحظوا آثار سنان دراكولا على رقبتها، فقالوا أوبا كده يبقى في حاجة مش مظبوطة حصلت، واتصلوا بالبروفيسور فان هيلسنج وده بابا المجال وعم تشريح الجثث في المنطقة، واللي كان في المعمل فاكر إنه بيعلم الطلبة، لكن في الحقيقة هو كان بيعلم على الطلبة اللي كانوا بيغمى عليهم واحد ورا التاني أول ما بيشوفوا تشريح الجثث. وعلى ما دخلت الممرضة المعمل كان الطلبة كلهم مسطحين على الأرض، ما خدتش الممرضة في بالها وناولت البروف جواب جايله كانوا بيطلبوا فيه إنه يحضر حالا لأن لوسي حصل لها حاجة غريبة وهو اللي هيفسرها. في الوقت ده صحي دراكولا من نومه ولقى نفسه قاعد في الشمس فترعب، الطبيعي إن مصاص الدم مش بيتكشف على شمس وإلا بيموت، وده ما شاء الله مش اتكشف، ده كان بياخد حمام شمس، لكن رغم كده ما حصلوش حاجة، فانشكح قوي وقال أكيد ده دم لوسي كان فيه الشفاء، ونزل يتمشى وهو مزقطط ولكنها وقفت العيد الكبير، وقال يجرب حاجة تانية بما إن النهاردة يوم سعد، وخد بق خمرة وبرده ما حصلوش حاجة رغم إن مصاصين الدماء مش بيشربوا غير دم واضحة يعني، وأي حاجة تانية بيشربوها بتبقى زي السم بالظبط بالنسبة لهم. فقعد يأربع من كل حاجة موجودة، وكمان ظهر توماس اللي ربنا فك أسره أخيرا وخرج من المصحة، لكن فجأة بدأت بدلة دراكولا تولع من الشمس، وطلع إن دراكولا كان بيحلم كل ده، فحس بخيبة الأمل ركب جمل. وبعد ما طلع إنه لسه لا يقدر يمشي في الشمس ولا يشرب براحته، واتأكد من ده لما بص من الشباك ولقى الدنيا لسه بالليل. وصل البروفيسور فان هيلسنج بيت لوسي وكشف عليها وخد باله من آثار السنان على رقبتها، وقال لهم بخبرة السنين وثقة بابا المجال إن ده معناه إن مصاص دم عضها، هو ده جينيوس وميض يعمل لنا شاي، إيه الإضافة العظيمة دي؟ لكن سيوارت وجوناثان ما كانوش مصدقين الكلام ده وقالوا له سيبك من جو الدجل ده وقول لنا كلام علمي، فقال لهم بلا علمي بلا أدبي، أنتوا ما كانش المفروض تكلموني أصلا لو عايزين نتكلم في العلم، وقال لهم أنا بخلي مسؤوليتي وبأكد إن في مصاص دم اللي عمل العملة السودة دي وهيرجع تاني يكمل اللي بدأه، وإنه هيشرب دم لوسي كله لحد ما تموت. وبدأ الدكتور يقتنع بكلام البروف أخيرا، وقعدوا يدوروا على كتب فيها طرق علاج لوسي، واكتشفوا إن مصاصين الدم ملهمش تقل على ريحة التوم وبيكرهوها تقريبا كده بتقلب معدتهم، فقلبوا أوضة لوسي مزرعة توم في ثانية، وده كان ضد مصلحة لوسي مش في صالحها لأنها ما كانتش عارفة تنام بعد ما ريحة الأوضة اتقلبت بالشكل ده. وزي ما توقع البروف رجع دراكولا يكمل شرب في دم لوسي، لكنه معرفش يدخل الأوضة من ريحة التوم، فراح على توماس علشان يخلص له المسألة دي، وتوماس كان رجع المصحة تاني، لكن دراكولا ببساطة فتح قضبان الشباك، ما شاء الله واضح عليه إنه عافي، المشكلة إن توماس معرفش ينزل تتا تتا من الشباك، ده نط مرة واحدة وقع زرع بصل، بعدها طلع على بيت لوسي وقعد يشيل التوم اللي قلب ريحة المنطقة زي ما دراكولا أمره، وبص على لوسي والشيطان بدأ يلعب براسه، ففاقت لوسي من النوم مغضوضة وصرخت من الخوف، وتوماس بخيبته صوت هو كمان، وسكان البيت كلهم صحيوا ومسكوا في توماس متلبس بالتوم وخدوه من تاني على المصحة. ودراكولا كان واقف تحت مقموص من اللي حصل وقعد يلوم نفسه انه اعتمد على واحد على الله حكايته زي توماس، وقفلوا المرة دي على توماس بالضبة والمفتاح، ورجعت لوسي تنام من تاني نوم العوافي. اما دراكولا المحبط في محاولة اخيرة عمل للوسي تنويم مغناطيسي بعيد المدى، والغريب انه نجح فعلا، وخرجت لوسي من اوضتها
وسابت نفسها لدراكولا واللي قاعد يشرب من دمها ولا اللي بيشرب عيد اسوس. وهنا خرجت مينا من اوضتها وشافت لوسي بره وعم دراكولا شغال شفط في دمها، فصرخت. وكالعاده ظهر سيوارت وجونسون، لكن المره دي كانوا اتاخروا شويه لان دراكولا عرف يهبأ من المكان في لحظه. وللاسف لوسي كانت انتقلت لرحمه الله، وعملوا جنازه للوسي على الماشي. والمصيبه اللي البروفيسور كان خايف منها ان كده لوسي هتحترف وتلعب في فريق مصاصين الدم وترجع من الموت علشان تمص دمهم. وكالعاده سيوارد وجونسون الناصحين ما كانوش مصدقين، وسيوارد خدته الجلاله وقال استحاله مصاص دم يظهر في مكان زي انجلترا على اساس ان دراكولا ده بتاع فشار ولا ايه مش فاهم. المهم البروف كان هيتجنن من الغباء اللي بيسمعه، وقال لهم لازم نضرب قلب لوسي بسكينه علشان نطمن انها ما ترجعش للحياه تاني في صوره مصاص دم. وبرضه رفض سيوارد وجونسون الفكره دي، وهنا دخل عليهم دراكولا. والبروفيسور ما كانش مرتاح له من اول ما شافه، وانه يمكن يكون الفامباير اللي عض لوسي، لكن سيوارد وجونسون اللي يحرقوا الدم ما كانوش مقتنعين، لا وكانوا بيعاملوه احسن معامله، احسن كمان من معاملتهم للبروفيسور نفسه. واتضح مع الوقت ان البروف ودراكولا سمعوا عن بعض، فابتدى النقاش بينهم يسخن، فمشي دراكولا وقال بدل ما اجيب لنفسي التهزيق. وهنا اتاكد البروف ان دراكولا هو اللي عمل عملته السوداء في لوسي، وخاصه ان كل المصايب حصلت من ساعه ما دخل البلد. اما جثه لوسي فكانوا سايبين معاها راجل يحرسها، فجاه سمع الراجل ده اصوات غريبه من التابوت، وكانت لوسي بتطلب انه يساعدها. وفتح الراجل التابوت لقاها بدر منور ولا اللي لسه مخلصه سيشن ميك اب، وحاول انه يخرجها من التابوت لكن هي غفلته بالطريقه وابتدت تعض وتشرب من دمه. في الوقت ده وصل البروفيسور للمكان ولقى الحارس مسطح على الارض، توقعه كان صح ولوسي بنت الايه بقت مصاصه الدم. وفي اللحظه دي اخيرا بدا جونسون يشغل مخه وراح لسيوارت وقال له ما يمكن البروفيسور عنده حق، وطلب منه الاذن انه يروح المقبره لوسي. فقال له سيوارد يروح، وراح جونسون المقبره ولقى لوسي بتشم هوا هناك، وحاولت لوسي تاكل بعقله حلاوه علشان تعضه، لكن جونسون كان واعي وما تغفلش، فالبت قالت ما بدهاش بقى وهجمت عليه علشان تعضه. لكن لحسن الحظ ظهر البروفيسور وكان معاه صليب وجهه لوسي وقال لها اخشعي يا بت، وبكده انقذ جونسون اللي لوسي ملحقتش تعضه. ورجعت لوسي تاني للمقبره تنام في التابوت في هدوء ولا في بالها كانها هتنام في سريرها. ودخل وراها وقال البروف ان هو ده الوقت المناسب لقتلها، وناول جونسون خشبه وشاكوش علشان ينفذ، لكنه كان خايف ومتوتر، لكن اتجرأ في الاخر وبدا ينفذ المطلوب منه. في الوقت ده دراكولا ما كانش عاتق، كان عايز يعمل تنويم مغناطيسي لخطيبه جونسون مينا، لكنه ما كانش عارف لان الاوضه بتاعتها كان فيها خدامه، وده بيخلي اوامر التنويم المغناطيسي صعبه تتنفذ. وفعلا اتلخبط دراكولا وخرج من الاوضه ومعاها الخدامه، لكنه فاق لنفسه ورجع خد مينا بدلها وخلع، خدها معاه على القصر بتاعه وقعدوا يرقصوا شويه ولا اكنه الفالنتاين. وبعدها عضها عضه رقيقه في رقبتها، كان عايزها تبقى المدام بتاعته. وتاني يوم دخل جونسون اوضه مينا لقاها موجوده فعلا، لكن كانت متغيره شويه، حتى ابوها حس بنفس الكلام ده ونده المتخصص. فجه البروف وكشف رقبتها وقال اللي حسبته لقيته، في مصاص دماء عض البنيه، وقال انه مش كل يوم هيفضل يقع منهم واحد ورا التاني، لازم يلاقوا مصاص الدماء اللي عمال يلعب بدم بنات الناس ده. وعملوا حفله كبيره على امل ان مصاص الدماء يقع، وعزموا فيها توماس لانهم شاكين ان له علاقه بمصاص الدماء، وكانوا حاطين مرايه كبيره في المكان. وطبعا بما ان دراكولا مصاص دماء فما كانش ظاهر فيها، وكانت اي واحده بترقص معاه بتبان انها بترقص مع نفسها. وهنا قالوا لدراكولا وقعت يا حلو ومحدش سمع عليك، لكن بصنعه لطافه هرب منهم ونط من الشباك. وتوماس بغبائه كشف لهم عن المكان اللي دراكولا قاعد فيه، وهناك حصلت عركه بين دراكولا وجونسون والبروف، وليله كبيره قوي سعادتك. ودراكولا كان المسيطر، مصاص دماء بقى، لكن حظهم الحلو ان الشمس كانت بتطلع، فالبروفيسور استغل النقطه دي ودخل اشعه الشمس للمكان. صايع البروف برضه مش سهل، لكن كمان دراكولا مش هيتغلب بالسهل كده، حول نفسه لخفاش وطار استخبى. وتوماس الغبي ظهر علشان ينقذ دراكولا وحاول يعمل حاجه صح، لكنه بوظ الدنيا لانه عرضه لاشعه الشمس، فاتحرق دراكولا وانتقل الى رحمه الله. وصحيت مينا من تاني وهي بألف صحه وسلامه بعد ما اتخلصت من سيطره دراكولا، وبلغ ستيوارت توماس بانه خلاص بقى حر وطليق، فشكروا توماس ومشي. وتوتا توتا خلصت الحدوته.